بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حكم الإسلام في التصوير. فوتوغراف بإسلام حكم ستاي بإسلام بيّن ستاي من دنو يمّل رأس بإذن الله تعالى أن ملكة لن. فإن من المسائل التي كثر النزاع فيها في هذه الأزمنة باللبت وقت نترك وكبا تشيك تشيك أوزا غابي كهونو نتوش مكاكل باللبت وقت مسألة التصوير الفوتوغرافي. فوتوغراف بتملكته أو زاغابي هنا قدي سلهنا دناتشن إسلام من عينت بين سطال يملون بالله سبحانه وتعالى فقد إن ملكته لن. بعض العلماء ይቻላል የሚል አቋም ቢኖራቸውም ይቻላል ያሉት ዑለማዎች ማለት ማስረጃ እንዳላቸውና አይቻልም የሚሉት ዑለማዎች ያቀረቧቸውን ማስረጃዎች እንመልከት بإذن الله تعالى. فوق كل ذي علم عليم ከውቀት ባለቤት የበላይ የውቀት ባለቤት እንደሚመጣበት ይሄ የሁላችንም እምነት ሊሆን ይገባል። والحق يقبل ممن جاء به حق ነገር ከማንም ይምጣ ማንም ሰው ሊቀበለው የግድ ይሆንበታል። والباطل يرد ممن جاء به باطل ነገር ደግሞ ከማንም ይምጣ መቀበል የለብንም። والرجال ወንዶች يوزنون يمزنالو يلكالو بما معهم من الحق كنسغا بالو حق نو وندوت يملكوت يممزنوت. لا ان الحق يوزن بالرجال حق بوندوت يمزنال معنات ايتشال حق بسوت ايمزنم سوت جن بحق يمزنالو يسوت منناتاچو يمنرداو حقن يميكتلو كهونا እንጂ በሰዎች حق ሊለካ አይችልም ابدا. ሸሪዓችን ኢስላም ፎቶን በተመለከተ በማያሻማ መልኩ ሸሪዓቱል ኢስላም جاءت بالبيان الواضح والنص الجلي በማያሻማ መልኩና ግልጽ በሆነ መልኩ ፎቶን በተመለከተ ዲናችን መልእክቱን አስተላልፏል። وقد دلت الشريعه شريعتين برغت تقوموا على وجوب رد الامر قدايوتين መመለስ እንዳለብን المتنازع فيه ሰዎች የሚለያዩበት የሚለያዩባቸው የሆኑ ጉዳዮችን መመለስ እንዳለብን ሸሪዓችን አዞናል። በማንኛውም ነገር ሰዎች ሙስሊሞች ሲለያዩ ወደ ሸሪዓችን መመለስ እንዳለባቸው ያን ንትርክ የፈጠረውን ጉዳይ ጭቅጭቅ የተፈጠረበትን ጉዳይ
ወደ የት መመለስ እንዳለብን ድናችን ከምንም በላይ ትኩረት በመስጠት ነግሮናል ማለት ነው። ወደ ምንድነው የምንመለሰው? على وجوب رد الامر المتنازع فيه الى الكتاب والسنه لمعرفه الحق حق ትክክለኛው የትኛው እንደሆነ ሰዎች ይረዱ ዘንድ ወደ ቁርአንና ወደ ሱና መመለስ እንዳለባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዟቸዋል የሰው ልጆችን ማለት ነው። መልሐቁ ኢላ ዋሂድ حق عند نجي ሁለት ሶስት ሊሆን አይችልም። حق ሁለት ሶስት ቢሆን ኑሮ ዑለማዎቻችን አንዱ ባንዱ ላይ ረድ ባላደረገ ነበር። ምክንያቱም ሁሉም حق المسائل الخلافيه وكبا ያሉባቸው ነጥቦች ሁለቱም ትክክል ቢሆኑ ሁለቱም ሶስቱም አራትም አምስትም ይሁን ትክክል ያለበት ነገር ትክክል ቢሆን ኑሮ አንዱ ባንዱ ላይ መልስ ባልሰጠ ነበር። ስለዚህ حق አንድ ብቻ ስለሆነ ረድ የሚያደርጉት ለዚህ ነው ማለት ነው። አንድ ነገር ወከባ የሚያመጣን ነገር ወደ ቁርአንና ወደ ሱና እንድንመለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዘናል። فقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان انت يامناچو ሆይ اطيعوا الله الله ان تعززوا واطيعوا الرسول ملائكتنياونم تعززوا واولي الامر منكم كمكاكلاچو انزيان بهلافنت بوتا لا يالوتنم تعززوا فان تنازعتم كتوزاغباچو في شيء بانداچ ነገር ከተወዛገባችሁ አለ መግባባት ከተፈጠረባችሁ في شيء بانداچ ነገር فردوه الى الله والرسول ያን የምትጨቃጨቁበትን የምትወዛገቡበትን ጉዳይ ወደ አላህና ወደ መላእክተኛው መልሱት። ለዛ ነገር ብይኑን ከቁርአንና ከሐዲስ አፈላልጉለት። ቁርአንና ሐዲስ ይዳኛችሁ። ኢንኩንቱም ቱእሚኑነ ቢላሂ ወልየውሚል አኺሪ በአላህና በመጪው ዓለም የምታምኑ ከሆናችሁ ይህን ፈጽሙ። ذلك خير واحسن تأويلا ይህለናንተ እጅግ በጣም መልካምና ፍጻሜው ያማረ ነውና ይለላል አላህ تبارك وتعالى سورة النساء 59 ላይ ማለት ነው። እንግዲህ በአላህና በመልእክተኛው ያመኑ ሰዎች ለእያንዳንዱ የህይወት ጉዳያቸው የአላህና የመልእክተኛውን ብይን መጠየቅ እንዳለባቸው ህይወታቸውን በቁርአንና በሱና መምራት እንዳለባቸው አላህ ጀለ ፊዑላ አዟቸዋል ማለት ነው። ይህን የቁርአን አንቀጽ እስኪረጋ ብለን እንመልከት። والكلام عليها من وجوه ببزو ملك رقابل ان ملكته الاول المجمرة وقوله فإن تنازعتم على مقبابات مكاكلات ولاي كتفتر يملو هذا شرط شرطنا ان شرط يانج شرطنا هذا شرط وقوله في شيء بانداش نجر يميلو نكيرة نكران نحو لك الراسو غرام يا غبا الى الله معناتو ان شرط يا مهونانا نكيرة يميلو ما نو في شيء يميلو شيء يميلو نكيرة لمون وقد تقرر في الاصول اصول الفقه لا يترغاغط غدا يالا ان النكيره نكره نجر
في سياق الشرط كشرط بهالا كمتاج تعمو ملكتا أقف لمهنو ولا موصل يرجع جتوت بدينو مالتي كشرط بهالا نجرا كمتا عمنو إيه إيه سكر يبال نجري اللي مالتي شريعة يود أو نجر بتشا سكر أقفنو ملكتو مالتي فهذا إيه يقضي تكمل بأن أي مسألة من نيوم مسألة تنازعنا فيها إن مسلم وجه يمن النتارك باتشو يهونو قداي وجه فإننا إن مسلم وجه مأمرون تازنال بردها ياتشن يمن نتشك باتن يمن وزاق باتن قداي إلى الكتاب والسنة ودي قرآننا ودي سنة إن نملس تازنال مالتهم አንድባን አም አቅፍ ነገር ነው ሂሸይን የሚለው እገሌ ገሌ ብለህ የምትለው ነገር የለም ማለት ነው ወመን አخرج مساله من المسائل كنتبوش عندت النجم يا وطا وقال لا نردها الى الكتاب والسنه ودي قراننا ودي السنه ان ملسم يملك الله فقد اخرجها من هذا العموم كذه اقف اوطوتال ايه ደግሞ كعلماءዎች ካስቀመጡት መመሪያ ጋር የሚጋጭ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። وقد تقرر في القواعد ان الاصل مسرته هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل عند ነገር ባቀፍነቱ ነው አቀፍ እንደሆነ ነው የምንገነዘበው ይሄ ሲቀር የሚል ማስረጃ እስካልመጣ ድረስ ይሄ علماء الاصول ያረጋገጡት ጉዳይ ማለት ነው። الثاني هو التنيوم في قوله فردوه ملسوت يميلون ان ملكت فان هذا صيغه امر امرنا فعل الامرنا ملسوت اي على الله يا ززبت قداي سلونه فعل الامرنا معناتنا وقد تكرر في الاصول اصول لا ترغبطان ان الامر المطلق عن القرائن امر تزاز ገደብ የለሽ ሆኖ ከመጣ ቀሪና ከለለው ዩፊድ ሩጁበ ግደታ መሆኑን ይጠቁማል ኢላ ቢቀሪነቲን ሷሪፋ ወላ ቀሪነተ ሁና ቀሪና ሷሪፋ ዋጅብ አይደለም የሚል ቀሪና ጠቋሚ ነገር እስከለለ ድረስ አምር ከመጣ ግደታ ነው እዚ ቦታ ላይ ደግሞ ቀሪና የለም ዋጅብነቱን የሚያስወግድ ማለት ነው فالواجب هو البقاء على الاصل بزاو بغدتانته مكتلالبت معناتنو يتوزاغواچو بتن نغر ودي قراننا ودي سنة ملسوت يميلو واجب نو معناتو وفي ذلك دليل على وجوب هذا الرد مملس اندالبن يمملس غدتا اندالبن انجنزبال معناتو فليس هو امرا اختياريا مرچا ياللبت غداي ايدلم ان شئت فرد كفلك ملسو ودي قراننا ودي حديث وإن شئت فلا ترد كفلك أتملسو تبلو مرجع يمستبت قداي سايهون سووش يتوزاق قوبات شون نگروش يمتشقا قوبات شون نگروش ودي قراننا ودي سنة مملسو قدتا واجبنا يونو عايز وتعالي مرجع يمنا قوام يالو سو كان فإن هذا هو محض الهوى والعياذ بالله الله يتبكنا إيه من مما شاما قلت هنا سميتنا سميتك التاينا إيه نقمو الله يتبكنا زند كزيسو ودع الله إن شاشان لن مالك الثالث صوصتنا قوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر በአላህ እና በመጪው ዓለም የምታምኑ ከሆናችሁ ይህን ፈጽሙ የሚለው فعلق الايمان الله امنتن استساسروا بهذا الرد بممለስ ማለት ነው ወደ ቁርአንና ወደ ሱና መልሱት በአላህ እና በመጪው ዓለም ኖር የምታምኑ ከሆናችሁ استساسروا ማለት ነው وقد تقرر في القواعد
أصول لاي ترقى أقطان أن كل فعل ما أن يوم تكبر نفى الله الإيمان عن فائله عند النجر عند سو تكبر ويكاد الرقو إيمان يلوم كال الله فلحرمته يا نجر حرامون قلصنا قلصنا ويما شاما مرض عند سو يونه تكبر سيادر إيه سو إيمان يلوم كال الله يا نجر حرامون قلصنا ومالتنا وكل فعل أن كل فعل نعم وكل فعل ما من يوم تكبر نفى الله الإيمان الله أمنته يلوم كالا عن تاركه تكبره على درجون سو مالتنا يقدموا عن فاعله نو تكبره على درجونه إيه دقمو يتوسو إيمان يلوم كالا ما من يوم سراهونه ين سرا يما يسراسو إيمان يلوم كالا فلوجوبه يا نجر قد تامهون نوم يسعيه مالتنا سبحان الله ملك تقلتنا ما من يوم تكبر عندي سو سراسي سرا الله إيه سو إيمان اللوم إيه أكارس إيمان اللوم كان يا نجر حرام نو مرت عندي النجر عندي سو سرا تقوله كان سرا يا يتوه نجر واجب نو مرت هي يترجع جدا قدايو فدل ذلك على أنه لا يتحقق كمال الإيمان الواجب إلا بهذا الرد مولو يهون إيمان للرقاقة أيشنم ولقرآننا ولسنة اسكال من لسن درس مالته ويؤيده قوله تعالى كتايا الله نقر يا رقاقة وعلياتنا كروان فلا وربك بيتاه إملال له لا يؤمنون بفصم آمان يجلهون أيشنم حتى يحكمك أن تندنيا اسكال درقو درس فيما شجر بينهم بمكاكلات شو بيتكستو على مقبابات أن تندنيا اسكال درقو درس ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت أنت كوسنكو وساني لي من ماينت قريتا يما يقنيو اسكوهنم درس ويسلم تسليما اجس كال ستو درس اما نج لهنو اي شلو ميلان الله تبارك وتعالى تملكته الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام من على التوم بقيته إمرأة له فلا وربك لا يؤمنون آمان وجه أيهنما حتى يحكمك فيما شجر بينهم بمكاكلات شو لم يفتروا آل مقبابات وشهلوا أنت دنيا اسكنا درقوه آمان وجليهن وأي كلم بجته من الله على الله الله برسوله مالته ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت واستانيهنم بزقانا برستا يا لتكأمو اسكال تقبلوه لبينهم اجسكال ستم درس آمان يكتعيهن ويسلم تسليما عند ما نجي مستطاع لبه مالته والنبي عليه الصلاة والسلام والثاني مرت كلهم يهوى تأكل قدايوش بعد تكالي بملك ثنيو ممر علي مهنا اللبت مرتو ملك ثنيو لدانيون يقبع شوال مرتو تقومو قريتا لنورها اي قبها برستا مكبرا لبه مرتو فقضية رد الأمور المتنازعين سوج يمكرك رباتون قدايوج مملس فقضية رد المتنازع فيها إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا الله أنه ولملئك النوم مملس قضية فاصلة بين المؤمنين والمنافقين بأمان يجنا بمنافق وجمكاكن يملي قدائنا ومالته فإن المنافقين منافق وج لا يريدون أي فلقم التحاكم إلى الله ورسوله ولا الله أنه ودمرت النوم مدانية أي فلقم مالته بقراننا
በሱና መዳኘትን አይፈልጉ ሙናፊቆች ማለት ነው። ወደ ቁርአንና ወደ ሱና ኑ ሲባሉ አይመቻቸውም፣ ይመራቸዋል፣ ደማቸው ይፈላል። وإن زعموا بهم أنهم الناس آمنوا آمنا بهم بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام لا يبتوردوا آمنا بهم منافق وجمالته وما أنزل من قبله كما لتنعوا بفت بنبروا نبيات وجلاء بوردوا مسعب وجمالته آمنا بهم وإنما هم منافق وجمي فلقوت يريدون يشالوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت በጣዖታት መዳኘትን ነው የሚፈልጉት ማለት ነው ሙናፊቆች። ሙናፊቆች መዳኘት የሚፈልጉት በጣዖታት ነው። كما قال تعالى فاضحا مقاصدهم الله سبحانه وتعالى علاماتهم ግልጽ ያደረገ ሲሆን ومظهرا خفايا نفوسهم ነፍሶቻቸው ድብቅ አድርገው ያያዙትን ነገር ግልጽ አደረገ ሲሆን ምን ላል አለም ترى አላየህ ምን አለ ኢላ الذينَ እነዚያን يزعمون انهم امنوا አምነናል የሚሉትን ወገኖች بما انزل اليك وما انزل من قبلك بانتم كانتم بفت لنبروا نبيات بتوردوا ملائك امننا يميلوا وغنوچن الا يهمنه يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت يطاوتاتن دانينت يشالوا ከቁርአንና ከሐዲስ ውጭ ያለ ዳኝነት ባጠቃላይ ጣዖት ይባላል። ወቀድ ኡሚሩ በርግጥ የታዘዙ ሆነው እያለ አይክፍሩ ቢሂ በርሱ እንዲክዱ በጣዖታት ዳኝነት እንዲክዱ የታዘዙ ሆነው እያለ ከጣዖታት ዳኝነትን የሚሹ የሆኑ ሰዎች ሁኔታ አላየህም እኔ ويريد الشيطان سيطان يشال ايذلهم ضلالا بعيدا كن منجد يبلط ياستاتشو يشال واذا قيل لهم بتبالو غزي تعالوا نو الى ما انزل الله والى الرسول الله ودا وردوا ملائكتنا ودا ملائكتنا ونو بتبالو غزي رايت المنافقين منافقوچن تاياچواله يسدون عنك صدودا كانت سيششو تاياچواله هلال الله تبارك وتعالى سورة النساء كسلسة اسك سلسة عند مالتا ايه يا منافق وتباهري مالتا فحقيقة الإيمان تقلق لنا إمنت مالت هو في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول باند نجر ከተወዛገባችሁ ባንድ ነገር አለመግባባት ከተፈጠረባችሁ ወደ አላህና ወደ መልእክተኛው መልሱት የሚለው ግን ትክክለኛ የአላህ ደጋግ ባሪያዎች የአማኞች መገለጫ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። وحقيقه النفاق ينفاق اونته ደግሞ هي في قوله يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت كطاغوتات دانينتين يشالو امانوچ دانينتين يميشوت كقراننا كسنة سيون منافقوچ دگمو كطاغوتات نو مالتنو
فأي الفريقين أحب إليك أنت جا من يوتشنا شو تودا جونوت غروبوج من يوتشنا متفلقو إينو الله هو الغني والحميد الله سبحانه وتعالى مسكننا هبتام يتبقى قاقيتانو ونحن الفقراء إليه جل وعلا إنيا دهوشنن الله من جزيم من فلقو إنيانن فلما ثبت وجوب الرد إلى الكتاب والسنة سويت يمي وزاك وباتشو النقروش ودى قرآن ودى سنة مملس قدتام هونو كترقا قتن علمنا يقينا أن فيها الأمر الفاصل فيما تنازعنا فيه بمن تقات تقبت قد إلي فاصل قلت هنا فاصل نقرأتشن قلت أدركو يمي أمر أرى نقرك قرآننا كسنان دمنا قين إنك نزبا لمرت والمقصود أن مسألة التصوير الفوتوغرافي يفوتو قد إلي من هذه المسائل التي يجب أن ترد للكتاب والسنة ودي قرآننا ودي سنة كم من لسوتنا تبوش أن دمونو قلسيون لها المالات حتى يعرف حكم الله فيها فوتوغرافا بتمركة الله سبحانه وتعالى من يسكمته من مريع إن دلن إن قنزبها المالات فإن تنازلتم في شيء نال الله بعنداش نقرنا نكرانو هل النقر ملكة البلنا للو في قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا يهلنا أنت ملكا من نافس آميو يا مارنو يملو فهذا فيه إخبار بأن هذا الرد ولقرآن أنه ودي سنة مملس هو الخير كل الخير والسلامة كل السلامة خير نقر مالت ملكام نقر مولو بمولو ولقرآن أنه ودي سنة كما مملس قال يتساسره النقر يعلم مالت وهو أحسن عاقبة فسأمهم بتأم يامرهم النقر يعلم مالت وهذا أمر محسوس مجرب إيه رقمه بتشبات ما نمسو يمجن الزبو ما نمسو بتمكرو يدرس بات قدينو مالك فإن الضلالة إمت إنما هو في اتباع السبول المعوجة تماما يهونو من قلوة كما كتلقى يتساصرن تمت المخالفة للصراط المستقيم قد تعلون قدانا يمسعررو لهونو من يهونو من قلوة كما كتلقى يتساصرن تمت مالك وهذه المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها فوتوغرافا بتملكته إن كنا نريد الخير ملكام نقرن من فلك هنا وحسن عاقبة فيها فسأميو يا مارا يهون زل كفلق فلنردها للكتاب والسنة ولقرآننا ولسنة انملسوا وفقنا الله وإياك لكل خير أنت نمن ينم الله لما الكام نقر توفقنا الله سننا وجعل عاقبنا آيلة إلى خير مترشاتنا الله ما الكام نقر يادرق لنا ونسأله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويوفقنا لاتباعه الله حق حق نتون ياساوك انزن مكتلنم ياقرال انزن الله ننتهيك لن إنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى علماء وجه تسمم طوال على أن الرد لله ولا الله مملس مالت هو الرد لكتابه ولا قرآن مملس بمهون علماء وجه تسمم طوال وأن الرد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا ملك في يوم مملس دقمه هو الرد إليه نفسه في حياته بهوت بنبرو جزي عليه الصلاة والسلام ودرساته مملس والرد إلى سنته الصحيحة تككلنا ولهنو سنة شوم ملس بعد مماته كمتوبها لا إهيبهنو بمهنو علماء تسمم طوال
إذن تياكي بيتيك إن التصوير الفوتوغرافي لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنبي عليه الصلاة والسلام جزي أي تاوك من البرا فوتو يمن تياكي بالنساء ولا في عهد الصحابة بصحابة جزي عن البرا ولا القرون المفضلة بورق أمو تول الجزي عن البرا ولا تكلم عليه السلف سلف وشاتنم التناقرم إيهن بتملكة يميل تياكي بكر وإنما هو قضية جديدة أدس يتفتر قدينو أنديش سمت متوى كوابي بميلادي مالتن بفرنجو تشاكو تاتر مستاري أو راسو يتجن يومنا سنزا أدس نو بنبلو عليه الصلاة والسلام كزي أي تاوكم بصحابة كزي أي تاوكم بقرون فضلا بوركام موتولد أي تاوكم باننياو بولتنياو بسوسنياو كفل زمن أي تاوكم أدسنا فكيف تقولوا نردها للكتاب والسنة اندتنا ودي قرآننا ودي سنة يمن ملسو يمتلك هنا لذه ملسي ستهل هذا هو مفترق الطرق بين أصحاب الفروع وأصحاب القواعد والأصول إهنا كنزله لنقرأتنا القواعد والأصول مسرتاوي قد كون نقرأتك يالو للجنت عندها اللو نقرأت سكة ستنو مالت علماء وجه من قزيان يمي تقوم تنقرال طلب العلم إسلام ويوكة مفلق على طريقة معرفة الأصول والقواعد بأدلتها أصولنا قندي ونقرأتين سواج ما وقع اللبات بما سرجات شمالت إيه دقمو طريق القرآن يا قرآن من قرنه القرآن لاند نجر مسرته ونجر يسكمتال إيان داندو لهلو نجر مستالي يا كربال مالت أيدن من نيو نجر كأصول قال يتساسر مهنا لبت ست مار مالتو قاعدة أن ضابط لنرو يقبل فإنك إن أخرجته عن فروعه التي حفظها كحفزوا السوء يمكرا كرا عكان كشمددوا بالتاوت قالت مسألة وينقر فغرفاه عفني كفتان وطوطع راسه راس يكركرا ولم يأتي فيها بشيء منه نقر ما أمطعت هايشنا وهذا قصر واضح إيه قلت هنا قد لشلتنا وأما من طلب الأصول أصولا يتمارى وحفظها وعرف أدلتها دلوتن بتره نتا تنكك ويعوك فإنه لا يكف في وجهه بتوفيق الله وفضله بالله توفيق النات الرفات إفتو لكم تللم شيء من الوقائع الجديدة عدس يمكسة نقرج ملس يا جني الله تعالى مرت لأن الأصول معه أصول كسجاء لنا مرت سلزق طلاب العلم على القواعد الأصولية تكرت لسات وجبات تعالى مرت والمقصود هو أن الشريعة كاملة دينات ملونة لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا الله سبحانه وتعالى دينا تشهول لنا أنت ملو أدرق الله تشهول لهم دينا تشهول ملو أدرق الله تشهول لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم زاري كان دينا تشون ملو أدرق الله تشهاله
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدة أنكس وستلي. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كتابه منم يتونو نجري اللملة. سورة الأنعام ثلاثة سمنتلي. وقد فصل الكتاب بأنه القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء يملو قرآن نتبلو تترجمان. وفسر بأنه اللوح المحفوظ يتطبق يونو سلدا لوح المحفوظ منو تبلو تترجمان. ولا تناقض بين القولين بولتو نغروج مكاكل من ميغاچ نغير يلم فيحمل عليهما بولتو يترجمان معناته لوح المحفوظ مست الله يتوو نغير يلم قران مست يتوو نغير يلم معناته وقر تقرر في الاصول اصول لاي ترغاقوان أن اللفظ عند قال إذا فسر بتفسيرين عند قال بهلت ترجم كتترجمة لا تنافي بينهما رسب رساتو يما يقاتلنا يما يفالسو كونا حمل عليهما بهلتم يترجم على الملو بأصول يتراجع قدينه مرض سلزق الله سبحانه وتعالى من شيء بلو من ناقرو فإن تنازعتم في معلش ما فرطنا في الكتاب من شيء بلو من ناقروا سورة الأنعام لا يالو نكرة نكرانج من شيء يمتلو مالتها جاءت في سياق النفي كسوة فيت نفي الله ما فرطنا سنن ما نافيانات فرطنا في لما دولا يقباتش مالتها وقد تقرر في الأصول أصول ليتر قال أن النكرة في سياق النفي كنفي قالت ساسرا كمتاج تعمو عمناج منم ميكر نقر يلم أكفنو مالتو قرآن اس منم ميكر نقر يلم مالتو فكل شيء ففي القرآن حكمه من نيو نقر قرآن اس بيينو يجنيان إما نصا بقلس يجنيان وإما تضمنا وإما رقمو يكفهونو يجنيان وإما التزاما وإما بالتزام ستكتاتل يمتاقنيو نقر ينوران مالتو فالقرآن القرآن أعطانا القواعد العامة أكف يوني مسألة ستنا المالتنا والأصول الجامعة فلا تخرج مسألة من المسائل عنه أنتم نتم هنا مسلمون يمي تشكا تكبت يمي نتار كبت نقر هنا كقرآن يمي نملت نقر المالتنا ويعرف ذلك من تدبره رقابلو يستواره سو يقنوا المالتنا إذن أحبتي في الله مسألة التصوير الفوتوغرافي داخلة في هذا العموم إذ أكفوس تقبال لتمنت فحكمها بينا في الشريعة بشريعة واضح جلي قلتنا أنا شمام يفوتوغراف قداي أنا شمام مالتو بالدليل الصحيح الصريح قلت بوهنا تككلن يانا قلت بوهنا ما سرجا مالتو كما ستراه إن شاء الله تعالى ودفت تايوالا بإذن الله وعلى كل حال يام هنيه فمسألة التصوير الفوتوغرافي وإن كانت جديدة الوقوع عدس يتكسته قداي بهونم يفوتوغراف قداي عدس يتكسته قداي بهونم بنبي عليه الصلاة والسلام قزيان نبرا بصحابوش با ورقام موتول قزيان نبرا بيونم إلا أنها قديمة التأصيل كستتها أدس بتكستهم أصلو قل مسرتو دروم ينبرا نوال لمن فشريعته شريعة صالحة لكل زمان ومكان لما نيوم قزينا لما نيوم بوتا تسمامين ونامالتهم والموفق من وفقه الله تعالى الله توفيق يسدتو سولو مالت موفق مالت الله توفيق يسدتو سونو للعلم النافع والعمل الصالح تقامي هونن اوقت لمقسمنا ملكام سران الله ياقرى لسو الموفق مالت هنو جعلنا الله وإياك منهم الله كنسو إننم أنتنم يادرقننا مالت إذا علمنا هذا وفهمناه فهما جيدا إن يالفون أنك كن كتجنزم
فإليك التفصيل في مسألة التصوير الفوتوغرافي فوتوغراف بتملكته ماسرجوتين انكتاتل فنقول وبالله التوفيق اعلم أرشدنا الله لطاعته أن التصوير لا يخلو من حالتين بتقول فوتوغراف كولت أجل كولت نجر أجل إما تصوير شيء لا روح فيه هوت يللو نجر لهون يتلال فوتو بتقلو كهولت نجروش أي وطا هوت يللو لهون يتلال كشجر زافن يمثل والماء وهان يمثل والجبال ترارا وچن والبيوت بيت وچن ونحوها ليلام ليلام والنجوم كواكب والشمس صحاي والقمر شرقان دنگايوچن باهروچن فساشوها باتقالاي هيوت يللاچون نگر مالتنا لمثال يتكبروا بوتاوچن الاماكن المقدسه كسور الكعبه كعبان والمدينه مدنان والمسجد الاقصى يا اقصى مسجد ايه ايه ليون يتلال واما تصوير شيء له روح وإما هيوت يالو نجر ليون يتلال كالانسان او الحيوان يسولج وإما هيوت يالو نجر بتقلو معناته سلازي فوتو كولتو عاملت معناته كولتو ايوتا هيوت يالو وإما هيوت يللو فاما الاول يمجمرون ان الملكت هيوت يللو مالت فنا كلام لنا فيه يمجمرون بيت ملكته من ما اين تشغر يلا اذ هو كلمه عموم اهل العلم يوقت بالا بيتوج بتقلو تسمامتو بتالنا مالت خلاف يلم الا خلافا شاذا قمت يما يستطو تقاومو قال هو مستقر قمت يما يستطو يونا خلاف يلم مالت ولماش تسمم توبتال مالك لازم ما سرجا والذي يدل على جواز تصوير ما لا روح فيه عدة أمور هوت للون نجر فوتو مانسات يمتشال لمونو ما سرجاو بركاتا ما سرجاو تشال منها كننا كبركاتا ما سرجاو تشال قوله صلى الله عليه وسلم من صور صورة فوتو يانسى سؤال النبي عليه الصلاة والسلام من صور صورة فوتو يانسى سؤال في الدنيا بقربت عالم كلف يقدد يوم القيامة يقام بمجو عالم يقدد أن ينفخ فيها الروح هوت عندنا فا يجدد علم وليس بنافخ هوت منفات جن اي تشلم على النبي عليه الصلاه والسلام اخرجه البخاري ومسلم من حديث النضر ابن انس امام البخاري نا مسلم يزجبوت حديث مالته فدل ذلك يحدث يتكمل على ان ما لا روح فيه أصلاً مجمّر هوة يللو نقر لا بأس بتصوره مكرّز إتشالال مالته بس الملك مانسات مكرّز إتشالال وإنما الوعيد ذات شو يمتّو منصب على ما له روح هوة باللو نقر لا يسلهون مالته
ومنها أهونم تجماري ما سرجان قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين النزيان يصنعون هذه الصور إنهم فوتوتشن يميكرسوا سوتش إنهم سئلوتشن يميزقاجواتشو سوتش يعذبون يوم الكيامة يكياماكن يكتألوا على النبي عليه الصلاة والسلام تملكتو ينني سئلوتش بالبيتوتش سئلوتشن فوتوتشن يميزقاجواتشو سوتش يعذبون يوم القيامة بما تعلم يكتال النبي عليه الصلاة والسلام يكتال تشوائنة من النوم يقال لهم فتوتشن فتوتشن سيانسو ينبرو سوج من يبالانو أحيو ما خلقتم يهن يسالة تشوتن نجر هيوت أسجب بستبلو بزملك يكتالو أخرجه البخاري بخاري الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فدل ذلك يهديث تكمل على أن ما لا حياة فيه هو تلالو نقر لا يدخل في هذا الوعيد إذ ذات شوص أي قبام مالتا وإنما الوعيد ذات شو منصب على ما تحله الحياة الحيوانية هو تبالو نقر لا يبتشا يتقدبهن إنا قنوال للمالتا هو تبالو نقر لا يبتشا يتقدبهن إنا قنوا على المرض ومنها أهنم كحادث وجه مكاكل ما سرجا قول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل النبي عليه الصلاة والسلام من على تشو نبي عليه الصلاة والسلام كرتات عندي كم من علو أتاني جبريل عليه السلام علو جبريل نجامتا فقال لي أتيتك البارحة تنانت كانت قامت اتشين ببرا فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل على تو إني أبيت لقبا يكرك لين قري اللم أبيتوس تمثال على حولت على سئل على فوتو على السكرك كرك لين بلو جبريل أنا قرأت وكان في البيت بيتوس نبرا كرام سترين مقدار جانب برامات إبيتوس مقدار جانب نبر قنيه مقدار جانب فيه تماثيل سئل على البيت مالتي فوتو على البيت إيهنو يكلكلين بلو جبريل لنبي عليه الصلاة والسلام ملس نقراتونا فمر على تو إزاز على تو النبي عليه الصلاة والسلام برأس تمثال يسألو رأس يقطع اندي قرط فيسير اندي هون كهيئة الشجرة اندزاف اندي هون يال رأس اندزاف اندي هون جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عززات شو مالتنا أخرجه أبو داود والترمذي أبو داودنا ترمذي يزجبوت وصححه الألباني شيخ الألباني صحيح الوتمالته فدل ذلك يهتكمنا على أن الصورة الصورة على هيئة الشجرة بزاف كرس كونه بزاف ملك كونه لا محظور فيها شجر اللبت مالته والعلة في ذلك يتكلك لبت مكناتو يعنو يهنو لقمو يتفك لبت راسك تقرت أشكر لهم يتبع لبت أنها ليست بذات روح يهي وتبع لبتها للك من نامالتهم راسك تقرت هي وتي ألو أيهون من نامانو سلزه فكسنا عليها جميع ما لا روح فيه هي وتي للو نقرب التكالي يتشالال ينبت يهينو مالتهم ومنها أولم هيوتي للو النقر فوتومانسات سئل مسال يتشالال كميلو تماسر الجواج مكاكل أن تصوير ما لا روح فيه هيوتي للو النقر مكرز لا يؤدي إلى المحظور الذي من أجله حرمت هيوتي للو النقر مكرز أن بحاولت ملك مانسات بسئل ملك مقلقل حرام
ወደ ተደረገበት አያደርስምና ማለት ነው። ህይወት የለለው ወደዛ አያደርሰንምና ማለት ነው። ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس يسر الفوت حديث ما سرجاتنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل عند سومته فسأله طيقاته أنه جاءه رجل يسأله فقال إني رجل أصور هذه الصورة إني سونا إنين كرسوك يمك أرس سونا على جاء فأفتني فيها يتشالا لا يتشالا فتوى إيه دي يكونوا نامل سمال سنين على جاء فقال له عبد الله بن عباس من علوت أدر مني قرب بلالوت فدنا منه قرب حتى وضع يده على رأسه عبد الله بن عباس اجاچون رسول الله يتياكو راس لا يسكمت وقال علوت أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنبي عليه الصلاة والسلام يسمعوت النقر هالو علوت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ملك النعو سنقر سمتشا لهنا سبحان الله من يقول سلو كل مصور في النار فتو يمنسا يمكرز سئل يمسل هلو باتكالي يساتنو سلو سمتشا لهن كل مصور في النار يجعل له الله يادر قلة الفاعل هو الله أضمرا للعلم به يجعل أي الله عز وجل مالته الله يادر قلة فوت ولم ينساسه هلو بكل صورة أيان دان باصورة بكل صورة ملك صورها بكرتات صورة لك نفسا الله نفس يادر قلة يعذب بها في جهنم جهنم يكت أبات شوزن أيان دان بو بكرتو فوتو بانساو فوتو لك هوتي درق الله فبلو سيناقروا يا الله ملك الناس متشالو ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس قالوا فإن كنت كهون قالت لا بد فاعلا إيهن كما فسم قروت كلا لهالت فاصنع الشجرة زافوتشننا وما لا نفس له هيوت يلالو النقر مكرز تجلال له بلو عبد الله بن عباس استماروت مالته تملكت ام بيكالك سويو يمي تدادر بطلون يجلال ام بيكالك كمكرز ودوها لآلنن سألك مانسات ودوها لآلن من تلك هنا فاصنع الشجرة وما لا نفس له زافوتنا ناهيوت يللو النقر بتشا مكرس تجلال له بلو فتوى أدر قلت أخرجه البخاري ومسلم بخارنا مسلم يزقبت ووجه الشاهد منه أمراني إزلاي قلت نقروتن إن تكمالا الأول ما جمره أنه قال يجعل له ويم يجعل له بكل صورة صورها نفسا ليندان با هيوت لك الرزات هيوت نفس يدرق اللتان يملو فدل ذلك على أن الوعيد مقصور على ما له نفس إيه هيوت بالله نقل الله بالجار يتقدم مونون إن الردال لمالك يا عبد الله بن عباس بن جقر يا ابرار روان من يالو فاصنع الشجره زافننا وما لا نفس له هيوت يلله النجر
ተገልገል የሚለው ማለት ነው። وهو قول صحابي يسحابي نغغر ነው يسحابي نغغر ነው لم يخالف نصا كنص ذا كقرانا كحديث ذا ميغاچ አይደለም ولم يخالفه صحابي من اخر ليلام صحابي كعبد الله بن عباس حساب ذا يميغاچ حساب يا منجه صحابي يلم فهو حجه على القول الراجح كما تقرر في الاصول اصول ላይ ደግሞ የሷሐቢይ ንግግር ከቁርአንና ከሱና ጋር የማይጋጭ ከሆነ ሌላ ሷሐቢይ ካልተጻረረው የሷሐቢይ ንግግር ማስረጃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት የሌለው ነገር ችግር የለውም፣ ህይወት ያለው ነገር ግን ዛቻው ሁሉ አንድ በአንድ የመጣው ህይወት ባለው ነገር ላይ ነው ማለት ነው። فدلت هذه الادله اسكون ያየናቸው حديثوج على جواز تصوير ما لا روح فيه هوت يلهو نجر مقرص فوتو مانسات مثال اندمشال ماسرجواچو بما شاما ملكو ارغاغتو معناته كما هو قول جماهير اهل العلم بركات توچو علماء وجه اقواماتهم يهونو وهو اختيار الشيخ الاسلامي ابي العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى ابن تيميان اقوام يهونونا معناته ህይወት የሌለው ነገር ከሆነ ድናችን ይፈግዳል፣ ድናችን አላወገዘም ማለት ነው። በቀጣዩ ትምርታችን ክፍል ሁለትን ህይወት ያለውን ነገር መቀረጽን በተመለከተ በሚቀጥለው ትምርታችን ቢመሻአት ላይ ተዓላ እንመለስበታለን ማለት ነው። إذن أخي في الله فلا تغتر بكثرة المبتلين يتفتن سوچ مكر علي عدق علي يودق سوچ بمبزاتات شو لتتعلل أي قبهم وإن كان فيهم بعض من ينتسبون إلى العلم أكت يعني لا تشو سوچ مقابيه نمالته ما سرجوا النمايات يالبهنجي እገሌ እንደብሏል እገሌ እንደብሏል እገሌ እንደፈቷ ሲያረክ ሰምቻለሁ እንደብሏል የሚለው ነገር ዲናችን ላይ አያዋጣም። አንድ ነገር ወከባ ያዘለ ነገር ከመጣ ወደ ቁርአንና ወደ ሱና በሰለፎቻችን ግንዛቤ በማየት መፍትሄውን ከዛው ብቻ ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው። علم ደግሞ العلم الذي لا يثمر العمل تكبارا يلا فر اوقت بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدي والنور نبي عليه الصلاه والسلام ذوت يمتوتن قن ممرانا برهانن ديقاف بمادرج ودي تكبار يما يتغير يونا اوقت فالجهل خير منه على ما وقع يتشال هو نناገኘዋለን ማለት ነው። ድንቁርና ይሻላል ማለት ነው፣ على ما وقع ይሻላል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ولا سيما اذا استعمل هذا العلم يوقت بتلي يوقت ባለቤቱ የሚገለገለው ከሆነ في سبيل تاويل النصوص الصريحه جلس يونو ማስረጃዎችን የሚጠመዝዛቸው ከሆነ وردها قلت هونو يما الشامو واسر الجواتين يمي ملسات شوك هون تبعا للهواء سمية يتكتلس هون سمية لما تدك سمية تكباينت ياغن يزند ماسر الجواتين تمزز ميادرقا شوك هون بتلي فالجهل خير منه على مواقو يتشال 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 هونو يجن يالمالتين هينو الله سبحانه وتعالى يتبكننا يتدرج ياللو مالتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.